السلام عليكم تبارك الله عليكم فيديو جديد حلقة جديدة على قناتكم قناة جو باربر الحلقة اوردر تعليمي جديد في التيكاد المهم اليوم غادي يكون معنا سي محمد في التصوير وانا غادي نكون اليوم انا هو الحلقة اللي شحال ما درت لكم شي كوبا مثلية اليوم ان شاء الله غاتشوفوا لا كوب ديالي نتمنى ان شاء الله تعجبكم الحلقة إلا كنت أول مرة تشاهد القناة ديالي ضغط على زر الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كتعيي هذا المهم راه تفعيل زر الجرس باش توصلوا كاع فيديوهات جداد كاع نوتيفيكاسيون جداد وإلا كنت ديجا من العائلة خلي لي واحد الكومنتار اخلي لي واحد الجيم لايك 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 و ليتس جو ويلا نبداو على بركه الله الزيرو ديالنا نديرو الزيرو ديالنا ونبداو نتراسيو واحد لابوند على طول الراس لابوند اللي كنتمنى انها ما تكونش طالعه باش ما تلقاو فين ديغراديو الشعر ديالكم فغالبا ان لابوند ديال الزيرو حاولوا انكم ما تطلعوهاش بزاف باش تجيكم ديغرادي مضبه مزيان وفي هذا الفيديو نزولا عن طلب بعض الاخوان فغادي نشرح لكم المشطة ديال 0.5 اللي كتباع مع الماجيك كليب ومع الليجوند ومع البالدينغ ففي هذا الفيديو غادي نخدموا بها ونشرح لكم الدور ديالها وفاش كنستخدموها الا بغينا نخدموا بها ودابا من بعد ما سالينا البوندا ديال الزيرو نديرو الواحد الخوت المشطة ديال الواحد ركبوها في الطوندوز و تقريبا نحلقو 1.5 سم ولا سنتيمتر ونص فوق من الزيرو نديرو واحد لابوند على طول ديال الراس نحاولو اننا نخطفو ما نغرسوش الطوندوز ديالنا باش يسهل علينا اننا نحيدو الخط من بعد ومن بعد تجينا ديغرادي ساهلة في الخدمة ديالها كتشوفو كنخدمو بالخطيف ومن بعد غادي نشرح لكم كيف قلت لكم داك الخط اللي غادي يبقى لنا ما بين الواحد والزيرو كيف غادي نخدموه بديك المشطة ديال 0.5 بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش كيديروا يركبوا جوج ديال الموزار فاش يشريوها جديده فما غاديش تبغي تدخل لهم هنايا وغادي تبقى الطوندوز دير لهم الحس فواحد كاين واحد جوج بلايص هنايا هنا البلاصه وهنايا فغادي تحكوا بواحد اللاما ديال المنشار ديك ديال الحديد ولا بشي حاجه اللي حاده المهم تلمي فيها هنايا باش تبقى الطوندوز تدخل نورمال فهمت تدخل عاديه بحال اللي ها تدخل عاديه وما كطيهاش فهمت فاش كتخدم بها ما تحيدلكش كتكون يعني سوليد فكيف قلت غير تلمي ليها هنا واحد شويه وهنايا تحكها بالمشار ديال الحديد ديك اليد ديال المشار ديال الحديد هذا ما كان بون دابا غادي نركبوا جوج ديال الموزير ركبوها في الماكينه مع اننا عندنا ديال الوول جوج يعني اللي هي الواحد ونص ديال الوول ولكن حبينا اننا نخدموا لكم جوج ديال الموزير حيت الاغلبيه منكم ولا ما عندكمش هاد المشطة فاحسن انكم تستعنوا بجوج ديال الموزير تخدموا بها وتركزوا على الخطيف ركزوا الخوت على الخطيف في هذه المرحله حيت هي اللي غتسهل عليكم باش تحيدوا الخط في الاخر ديال الفيديو داك الشعر اللي غادي يبقى لنا الفوق فضروري خصنا نخطفوا شويه دابا باش تسهل علينا الخدمه في الاخر بالمشطة والمقص
وملي نساليو لابوند ديال الجوج فغادي نرجعو نركبو المشترك واحد وكيف كتشوفوا نزلوا اللوفي يعني الواحد ونص ونحيدوا داك الخط اللي غيبقى لنا ما بين الواحد والجوج بطريقه ديال الخطاف ونحيدوا المهم الخط ديالنا بالقناه ديال الطوندوز الطوندوز كامله المهم نستعملوا التكنيك باش نحيدوا داك الخط اللي كيبقى لنا كيف قلت ما بين الواحد والجوج وإلا ما مشاش لينا فضروري اننا نضطروا نديروا 1.3 1.2 باش نحيدوا داك الخط ودابا جا الدور ديال المشط اللي طالع عليه الحلقه اللي هو المشط ديال 0.5 اللي كيف قلت كيتباع مع طوندوز اللي هي الماجيك كليب والليجوند وكذلك كيتباع حتى مع البالدينغ ومتوفر اليوم الحمد لله راه موجود في الاسواق المغربيه به بالواحد ونص كيتباع بشي 45 درهم ولا 50 درهم المهم غادي نحيدو دابا به الخط اللي ما بين 0 والواحد غادي نخدموه عادي يعني ما نديرولوش الادمي ولا فنخدمو به غير هو عادي نحاولو اننا نخطفو وتفرجوا مزيان في الطريقه كيف غادي نخدمو به عادي غادي يخلي لنا واحد الخط اللي هو شويه صغير فاش غنخدمو به هيبقى لنا واحد الخط اللي شويه صغير هذاك الخط من بعد غادي نحيدو هذا المشط ونخدمو بالصفر فاصله 3 ولا 0.2 وغادي يمشي نهائيا داك الخط وبهذا كنكونوا سهلنا على راسنا بزاف ديال الخدمه وبزاف ديال التمارة ديال اننا نخدمو ب 0.5 عاديه ديال الطوندوز وكان دي فوا كنقدروا اننا ندخلوا بها في الواحد ولا ويصدق طلع لينا الخط الفوق فبهذه الماكينه فان الدوغري ديالها ما يخليك تحكم في الخط مزيان وما يطلعش لك الخط الفوق فكتشوفوا كنخدموا بها بسهوله والخط اوتوماتيكمون كتشوفوا بدا يتنحى كيبقى لينا غير واحد شويه كيف قلت باش نزيدو نضبو الديغرادي ديالنا فداكشي علاش غادي نديرو ليه من بعد 0.3 ولا 0.2 ونحيدو داك الخطيط اللي كيبقى لينا لتحت Stranger.
وهاد نتوما كتشوفوا دابا تقريبا ديغرادي، شوفوا كيف تسالات كيف ضبط، بقى لنا غير داك الخط اللي فوق الجوج نخدموا شويه بمستوى المقص باش نخليو لي كوتي عامرين كيف كيطلبوا جميع الكليان تقريبا ديال هذا الوقت كيطلبوا هاد لاكوب. فكتشوفوا ان لاكوب تقريبا لتحت دفينات، فبقى ليها غير الخط اللي كيف قلت لي الفوق، فهذاك حتى نشوفوا الراي ديال الزبون حيت باغي يحيد الفوق بستة اللي هي المشطه اللي كتوفر مع الماكينه ديال ليجوند، كتبع معها مشطه ديال 6 وديال 8. 6 كتخلي تقريبا 2 سنتيمتر، والمشطه رقم 8 كيخلي 2.5 سنتيمتر. هاد جوج امشط الا بغيت تهنى من الخدمه ديال الصباع الفوق ولا تنقص بزاف، فيمكن لك انك تستعين بهم باش تسرع وتكون الخدمه ديالك خفيفه، فتخدم بهم بواحد السهوله. وانا قلت لكم المشط رقم 6 كيخلي تقريبا 2 سنتيمتر، والمشط رقم 8 كيخلي 2.5 سنتيمتر، بالاضافه الى بغيت تزيد لهم الايدمي فراهم غادي يخليو اكثر. ففوالا، ودابا من بعد ما سالينا كيف كتشوفوا الديغرادي ديالنا لتحت، كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه من كلا الجانبين، فبقى لنا غير الشعر اللي الفوق، فهذاك الشعر غادي نحيدوه بالسيس مشطه ديال السيس. اما الان فغادي نمشيو للشعر اللي لتحت، فغادي نحيدوه بالطوندوز اللي شرحتها لكم ذاك النهار، ديك كيمي اللي تقريبا بحالها بحال رازوار ولا بحالها بحال موس الحلاقه، فنحيدوه بها وما كيبقاش لنا حتى اي خط ما بين الزيرو وبين هي. كنشوفوا غادي نحيدوا الشعر اللي بها. دابا غادي نركبوا المشط رقم 6 في الماكينه ديالنا ونحيدوا الشعر كاع اللي الفوق، نحيدوه بهذا المشط اللي قلت كيخلي تقريبا 2 سنتيمتر. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and seeking human victims. ودابا فاش نساليو من رقم 6 المشط رقم 6، فغادي نمشيو نحيدو داك الخط اللي بقى لنا ما بين المشط رقم 2 والمشط رقم 6 اللي الفوق. فباش غادي نحيدوه، غادي نحيدوه بالمشط والمقص ونحاولو نقتلوه غير في بلاصتو داك الخط باش تبقى لينا لي كوتي يبقاو لينا عامرين، وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه بعينيكم نتوما كتفرجوا معنا دابا. فكنحيدو غير واحد شويه ديال الزغبات من الشعر باش يديغرادا لينا في بلاصتو، وبهكا يجينا جينا لاكوب من الفوق الشعر عامر
لي كوتي جناب عامرين ومن لتحت حيدنا الشعر بالزيرو كيف شفتوا معنا. بون كيف كتشوفوا سالينا الحلقه ديالنا سالينا لكم ديالنا ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو ما تبخلوش لينا الضغط على زر الاعجاب لا فيديو كذلك اشتركوا بالقناه الى مازال ما اشتركتوش وبارطاجيو لا فيديو حيت لاشين راه هابطه بزاف وبغينا نتعاونوا باش نطلعوا لاشين ديالنا ضحك يا خويا يوسف معليش كنحبكم وما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو تقولوا لي التعليقات ديالكم لي كومونتير ديالكم اللي كنستافد منهم بزاف السلام عليكم.